لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قال فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. قال: باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت رجل من المسلمين، وقد هاجرت مع من هاجرت في أول الإسلام إلى الحبشة، ومات زوجها وهو السكران بن عمرو، مات زوجها في الهجرة. فلما رجعت، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها يعني عندما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، كانت تخشى التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت امرأة ذات عيال، فقد مات أبو سلمة رضي الله عنه وترك لها عيالا، فخافت أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم فضلها وعظيم دينها أصر النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منها، وأخبرها أنه لا يأبه بمثل ذلك، وأن الله سيعينها على يعني أن تكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق ولدها. وأم سلمة رضي الله عنها من فضائلها كذلك أنها كانت من أول من هاجر مع زوجها أو بعد زوجها إلى المدينة، وفي هجرتها قصة في الحقيقة من أعظم ما يحكى في يعني روائع الهجرة، فقد سبقها زوجها وقد منعها أهل زوجها لما أرادت أهلها لما أرادت أن تهاجر معه. فلما خرج أبو سلمة يريد الهجرة وأراد أن يصحب معه أم سلمة، قام إليها أهلها ومنعوها، وقام أهل أبي سلمة فأخذوا الولد وهو سلمة، أخذوه منها، فتشتتت الأسرة. سبحان الله، هاجر أبو سلمة رضي الله عنه ولم يعني يمنعه يعني بقاء ولده وبقاء زوجته من بعده في مكة إيثارا لرضا الله عز وجل ورسوله، فهاجر وترك كل شيء، وهي كانت تريد أن تهاجر معه وما استطاعت، منعها أهلها، بل جاء أهل أبي سلمة وأخذوا الولد منها وقالوا: هذا ولدنا، وأخذوه منها
ولا سيما وأنها لما أرادت أن تهاجر وقد رضي أهلها بذلك، فأهلها لما وجدوها كل يوم تبكي وإذا طلع النهار تظل تبكي إلى آخر النهار، أشفقوا عليها وقالوا لها ألحقي بزوجك، روحي خلاص هجري طالما أنت عايزة تهاجر. فلما سمع أهل زوجها بخروجها قاموا إليها وأخذوا منها ولدها رضي الله عنها وأرضاه، وقالوا هذا ولدنا، أما نفسك فهذه فاذهبي بها ما أينما ذهبت. فلها في الحقيقة ولأبي سلمة رحمة الله رضي الله عنه لها قصة عظيمة جدا في هجرتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أكرمها بالزواج منها، وكانت أم سلمة رضي الله عنها رشيدة عاقلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب استشارتها، حتى أنها اشتهرت من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرها ويراجعها ونحو ذلك. ومن أشهر ما جاء في استشارة أم سلمة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، ما كان في يوم الحديبية لما امتنع أصحابه رضوان الله عليهم عن حلق رؤوسهم والتحلل غضبا، كيف تمنعنا قريش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تحللوا وهم لا يريدون التحلل، وجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك الناس، الناس كده هيهلكوا. فسألته أم سلمة فحكى لها الأمر، فقالت ألا أدلك على شيء يعني تقضي به هذا الأمر أو يعني يحل هذا الأمر؟ فنصحت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هو أولا ويتحلل ويحلق رأسه أمامهم جميعا. قالت فإنهم إذا رأوك يا رسول الله فعلت لن ينتنعوا، وبالفعل كما ظنت رضي الله عنها، ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه حتى تبادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد تلو الآخر يحلقون رؤوسهم رضوان الله عليه. فكانت هذه مشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وأم سلمة لها فضائل كثيرة جدا ومناقب عظيمة جدا رضي الله عنها وأرضاه. وأما الحديث الذي ساقه هنا الإمام مسلم وذكره المختصر هنا، قال عن سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، بيقول لواحد يعني بينصحه اللي هو الراوي الذي يروي عنه، ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يقول لا تكون أنت أول من يدخل السوق، وفي ذلك يعني ترهيب من الأسواق وما فيها، وذلك لأن الأسواق فيها ذميم الأخلاق، فيها ذميم الأخلاق، إذ فيها البيوع الفاسدة وفيها اليمين الكاذبة وفيها البضاعة الكاسدة التي يكذب أصحابها ونحو ذلك لتنفيقها ونحو ذلك. وفيها كذلك أيضا أن الناس ربما يعتركون ويشتدون لأجل فتنة المال في الصفقات والتجارات ونحو ذلك. ولذلك ينصح أبو سعيد رضي الله عنه سلمان من يعني ينصحه، يقول لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، ولا كذلك تكون آخر من يخرج منها، لأنها شبه بعضها. الأول هيبقى يعني أنت اللي داخل تأسس لهذا الأمر، والأخير أنت الباقي في هذا الأمر. نعم. قال فإنها معركة الشيطان، يعني يعترك فيها الناس كما يعترك الأبطال في المعارك. قال ينصب رايته، ينصب رايته كما يقول العلماء إشارة إلى ثبوته هناك، إن الشيطان حاطط الراية بتاعته في الأسواق، يعني ده مركز كبير من مراكز الشيطان. الشيطان في كل مكان يتنقل بأعوانه وذريته، لكن له مراكز كده، مراكز من هذه المراكز الأسواق. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، إن بيقول له وأنبئت، وهذا محمول على الرفع، هذا محمول على الرفع، أنبئت وأخبرت أن جبريل أتى نبي الله، يعني أخبر بخبر صادق، إما أنه رأى أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم من
أصحابه الذين شهدوا ذلك. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. وعند أم سلمة يعني في بيت أم سلمة جبريل أتى. قال: فجعل يتحدث ثم قام. جبريل بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم وجالس معه بيحدثه، وأم سلمة في حجرتها. وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم لها طبيعة بسيطة جدا، تجعل ربما من في الحجرة يعني يدرك من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى في التي جهة الاستقبال. يعني أنا لو تصورت ببساطة شديدة جدا إن قلنا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان كل بيت منهم زي الكتاب كده المستطيل ده كده قدامنا كده، كالمساحة دي تقريبا، والبيت مقسم زي الصفحتين بتوع الكتاب كده. هنا غرفة مغلقة مقفولة بسقف، مغلقة بسقف، وهنا زي كده بالتعبير العامي اللي احنا بنقول عليه حوش، له باب، باب العام للدخول للبيت، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الأضياف. ده ما كانش له سقف، الجزء ده ما كانش له سقف، أو في جزء حتة منه كده في الآخر لها تعريشة، عريشة كده، لكن ده كان كله مغلق. وده المكان المبيت الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا النحو، كلها مقسمة بهذه الطريقة، عبارة عن حجرة، ومصح التعبير يعني حجرة وصالة، بس الصالة دي مش كلها معرشة، جزء منها. ولذلك كانت من الممكن المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سامعة الحديث اللي بيدور خارج حجرتها، وممكن ترى كذلك من يعني باب حجرتها أو من طاقة حجرتها أو نحو ذلك، ترى من مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعنده أم سلمة. قال: فجعل رأيت وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. قال: فجعل يتحدث ثم قام، أي جبريل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ بيلاطفها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت بيعلمها. قال: من هذا؟ يعني تعرفين من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية، دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. قالت: هذا دحية صاحبك، يعني دحية، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه دحية ابن خليفة الكلبي. هذا الرجل كان جميل الهيئة، كان جميل الهيئة، حتى أنه كان من عظيم جماله كان يتلثم، كان يتلثم رضي الله عنه. فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة، وكان من بين هذه الصور يأتي في صورة دحية الكلبي، وتلاقي جبريل يأتي بصور متعددة، كما مثلا في حديث عمر بن الخطاب الشهير أنه أتى في هيئة رجل مسافر لا يعرف أحد منا، أو رجل لا يعرف أحد منا كما ذكر عمر في الحديث، أو أنه يأتيه كصلصلة الجرس، أو أنه يأتيه يتلبس به، أو أنه يأتيه في هيئات مختلفة اللي هي الآيات السبع المشهورة للوحي. وكم من بين هذه الآيات يأتيه في هيئة صاحبه دحية هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دحية. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه. أنا ظن أن ذا دحية فعلا، مش فكر أن ذا جبريل، وهذا لأجل أن جبريل تشكل في هيئة دحية. قالت: حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قالت: حتى سمعت خطبة نبي الله يخبر خبرنا. الإمام مسلم يقول، النووي رحمة الله عليه بيقول أن في بعض النسخ يخبر خبر جبريل، وده أوضح. في بعض النسخ، النسخ نسخ مسلم يعني، يخبر خبر جبريل مش خبرنا، يعني بتقول إن أنا حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وقال: جاءني جبريل اليوم وقال كذا وكذا، نفس الكلام اللي كانت بتسمعه من دحية فيما تظن للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال.
قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. هذا الحديث فيه فضيلة ومنقبه لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، إذ أن الحديث فيه أن أم سلمة رضي الله عنها جاء الوحي وجاء جبريل في بيتها ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حضورها وفي سماعها، وهذا فضل لها وشرف، وإلا كم من الممكن أن جبريل يأتي في مكان آخر، إنما جاءه في بيت أم سلمة، وهذا شرف يعني تتشرف به يعني على أيضا غيرها. وأم سلمة كما ذكرنا لها من الفضائل الكثير والكثير، وأشرنا إلى بعضها. وفي الحديث أيضا معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه لا تكون إلا للأنبياء، لا تكون إلا للأنبياء. ثم قال المختصر رحمه الله تعالى، المنذري رحمه الله، قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. الحقيقة كان طبعا الأفضل أن يذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في ترجمته من هي زينب المقصودة، من هي زينب المقصودة، وإن كانت يعني هي رضي الله عنها مميزة بأنها أم المؤمنين، وهو يقصد هنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني يقصد زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، وذكر الحديث. وأما زينب بنت جحش رضي الله عنها فكثيرة الفضائل أيضا والمناقب، ومن فضائلها رضي الله عنها ومن أعظم فضائلها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهذه أعظم فضيلة. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها نزل القرآن في حقها، وإن لم تذكر صراحة لكنها ذكرت بالإشارة، أشير إليها في الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد منها هذه هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. ومن فضائلها أنها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب أيضا من فضائلها أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات أن يتزوجها، ولذلك كانت هي رضي الله عنها تتفاخر بذلك على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أنتم أهاليكم هم اللي زوجوكم، أنا الله عز وجل هو الذي تولى تزويجي. وذلك أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حقها قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهي التي أيضا في شأنها قال الله عز وجل معاتبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل:
وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. وقال في قبلها قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تخفي في نفسك أي تخفي عن الناس أن زينب ستكون زوجة لك خشية الناس، وذلك أن زينب رضي الله عنها كانت زوجة لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يدعى قبل الإسلام بزيد بن محمد، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، رد النبي صلى الله عليه وسلم زيدا إلى نسب أبويه وألغى نسبه أو نسبته إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم حبه لزيد زوجه ابنة عمته الشريفة زينب بنت جحش، فكان هو مولى، وكانت زينب شريفة قرشية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ولما يعني أراد أن يزوجها زيدا، كانت هي رضي الله عنها ليست بالمرحبة بالأمر، لكن لما علمت أن هذه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت. وقيل أن فيها نزل قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقيل قول الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فتزوجت زينب رضي الله عنها زيد بن حارثة، ولكنها لم تكن ترغب في ذلك، ولذلك لم تطل العلاقة والعشرة بينها وبين زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع، ولذلك كانت هناك الاختلافات الدائمة بينها وبين زيد، حتى كان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يشكو من ارتفاع زينب عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر اصبر وأمسك عليك زوجك، برغم أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ستطلق من زيد، وأن زيدا إذا طلقها عليك أن تتزوجها. ومع ذلك كان كلما جاءه زيد يشكو زينبا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وأمسك عليك زوجك، ويخفي في نفسه صلى الله عليه وسلم ما أخبره الله به من أن زينب ستطلق ويطلقها زيد. ولذلك كان هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ما كان وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما من أمهات المؤمنين، وقتل زيد رضي الله عنه بعد ذلك في غزوة مؤتة رضوان الله عليه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسن حول هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، يعني أسرعكن لحاقا بي من نسائه، يعني أول من ستموت بعدي من كن أطول كن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، كن يتطاولن أيتهن أطول يدا. كانوا النساء لما يجتمعوا مع بعض يقوم يجيبوا ذراع مقاس يعني يذرعون به أيديهن، يعني يقيسوا به أيديهن، فكانوا كل ما يقيسوا تطلع سودة رضي الله عنها، وكانت هي أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم هيئة، فكانت هي أطول وحدة يدا. يدا هنا يعني هم في مفهومهم الجارحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد معنى آخر غير الجارحة، وإنما هذه كنية عن هذا المعنى الآخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باليد يقصد يد الصدقة، يد الصدقة. أسرع كنا لحاقا بأطول كنا يدا، يعني أكثر كنا إعطاء بالصدقة وإخراجا للصدقة، يدها دايما دايما
طويلة في الصدقة، فلم يظهر ذلك لهن، وكنا فاكرين أنه أطول كنا يدا، يعني الجارحة، اليد الجارحة، ما كان يفهمون أن المقصود أطول كنا يدا يعني أسرع كنا في النفقة. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. في رواية أخرى: فلما ماتت زينب علمنا أنها كانت أطولنا يدا. كانوا يقيسوا يطلع سودة. لما ماتت زينب، أول واحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، ماتت أول واحدة من نسائه، فعلموا أن المقصود بأسرع كنا لحاقا بأطول كنا يدا أطول يدا في الصدقة وفي الخير، رضوان الله عليهن أجمعين. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.